ما هي الطريقة المثلى لرقية امرأة مصابة بنفس من جنون، وكيف يتم علاجها؟ بل وربما تكون مصابة بالسحر، وهل يجوز أن تعالج بالحجامة؟ جزاكم الله خيرا. تعالج المرأة المصابة بالجنون، تعالج بالقرآن. طيب، تقرأ عليها امرأة مثلها، أو يقرأ عليها رجل من محارمها، أو يقرأ عليها رجل ولو من غير محارمها عند الضرورة، مع تسترها، مع سترها ستر الكامل، وأن لا يمس شيئا من جسمها، وإنما يكتفي بالقراءة والنفث عليها ولا يمس شيء من جسمها، فهذا كله جائز ومن العلاج بالقرآن. أما ما يفعله بعض الجهال من القراءة على المرأة الأجنبية وقد يمس شيء من جسمها أو لا تتحجب عنه، فهذا أمر محرم، لأن هذا فيه فتنة، فلا بد من مراعاة ما ذكرنا. طيب، من الاحتفاء، من التحفظ من الفتنة وأسبابها. وكذلك السحر يعالج بالقرآن والأدعية، ويعالج بالأدوية المباحة، هذا من النشرة الجائزة. طيب، إنما الممنوع علاج السحر بسحر مثله، وما يسمى بالنشرة، فهذا محرم، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها من عمل الشيطان. وقال بعض السلف: لا يحل السحر إلا ساحر. الحل بسحر مثله لا يجوز، أما حل السحر بالأدوية المباحة المجربة أو بالرقية الشرعية فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. الحمد لله. نعم.